كل لائحه بعدا موسعه 18 لاعب عندك. هنا فين هو بعدا واحد داته عائق يعني ايقافات الاصابات فانت محدود حتى على التركيبه البشريه انت محدود يعني ما تقدرش تتاكر ما تقدرش تغير لاعبين كثار يعني الا عندك اي اصابه او اصابه كتضطر بانه كيف ما تنقولوا ديك الماكينه ودوك الافكار باش غادي ما يدوروش. داكشي علاش في مباراه ديال اسبان غياب بلال الخنوس الماكينه ما دارش وسط الملعب ما شفناش بداك نص الملعب اللي كان كيبني اللي غيعطي استقرار للاعبين شي مش اللي يخلي لاعبين كيف ما تنقولوا يهاجموا هادشي ما شفناش. ولكن ما تستنيش بانه على الاقل مشيتي حتى كمدرب غتختار لاعبين اللي انت مرتاح لهم لانه انت امنتي بانك غدي معاك مبارك وتحليفت والنقاش وموهوب مشي اكرات حاجه على الاكرات اللي كانوا عليك على جميع الفرق وجميع المنتخبات اللي كانوا مشاركين في الدوره. لانه عطيني شي منتخب اللي بان لك لعب بلي ستار ما اختار الارجنتين اللي عندهم اللي عطاهم السيتي لاعب اللي كاين السي اسماعيل راه مين قلت لك انا السي سكيتي وراه لقى واحد الاكراهات الكبيره راه ما كان دافع على حتى شي واحد. لكن انا كندوي معاك باللوجيك انا نعطيك السي اسماعيل علاش انا اللي كنت مدرب ديال واحد ديال واحد المنتخب اكس الفرق ما وصلوا لي لعابه ونقدر ندي لعاب انا ما مقتنعش فيه 100% ولكن واش الا ما جيتش نديه واش نمشي انا ب 11 لعاب ولا حنا في المغرب عندنا 11 لعاب انا كان هاد الفرق هاد الصات كامل اللي كاينين في الكره هادشي اللي كنقولوا حنا كامل في المغرب اللي بغيت نوصل لك راه اسماعيل اللي بغيت نوصل لك ونقدر ندي لاعب واخا ما نكونش مقتنع 100% ولكن ندي باش تكمل لائحه ماشي مبرر ماشي مبرر اه انت نقدر نقول لك ممكن لو الناخب عطيتي الشغل وفرتي لي الظروف لانه حتى الناخب راه كان غادي الشيء اللي قلت لك في اول مباراه كنتش خلق راسك براسك يعني ما عندكش حتى بريباراسيون قبل ما تمشي للاولمبياد ما خطاو هذيك الاسبوع ولا اسبوعين اللي دخلتي ما كافياش ما عندكش فين دير مباريات وديه ما جربتيش افكارك ما جربتيش خططك ما جربتيش مدارس اللي مختلفه اللي هي قريبه لنفس داكشي اللي كنتي تلقى في الامر الواقع. ما نقدرش نقول سي اسماعيل سي طارق سكيتي هو كيعرف يتعامل مع بحال مثل هاد الامور بحكم ديالو داز كيأطر اللاعبين في أكاديمية محمد السادس عنده دراية باللاعبين ديال المنتخب الأولمبي ما نقولوش زعما يعرف يتعامل. شوف باش نكون واضح معاك أي مدرب في العالم ماشي أي مدرب في العالم كيعيش على حساب الأدوات اللي عنده كيمشي على حساب الأدوات اللي عنده وحتى إلا كان غي ناس كتصنفوا بأنه ممكن اليوم كتقول في الأخر سكيتي ومشى مشى أون فورم بالك مشى في بليس انت بالك هذاك منتخب في لي فيبلس بعد الخصاص بعد العناصر وحتى العناصر اللي انت خديتيهم وغيرتي لهم المركز ديالهم كان ابلو البلع الحسن هنا كيجيك فاش القراءه ديالك انت في اطوار المباراه كيف كانت كتكون التدبير ديالك المباراه التغييرات ديالك واش هي شكليه ولا اضافه واش قراءه على حسب منتخبات. ولكن الاهم هو خرجنا برونز لي مزيانه بالنسبه لنا حنا خرجنا بميداي ما مشيناش مشاركه من اجل المشاركه. هو اليوم حنا كنتحدوا كناخذ نشوف انا المغرب دار انجاز مسبوق بانه اول فريق عربي كيجيب ميداليه برونز في كاس العالم وخصوصا في المنافس دار حطمنا ارقام اللي هي جيده بحال دابا الهداف اللي كان بتمنيه الاهداف اللي هو كذلك عربي ديال لاعب المنتخب المصري. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربحوا الرياضة.